يعني ودي كله 80 ساعة. لا وين عقدتك؟ نحن طبعا في لجان مقاومة بعد اندلاع الحرب اللي عينا طوالي لقينا انه في كارثة انسانية، كارثة صحية حاصلة في البلاد، يعني بتأثر على المواطن بصورة مباشرة وغير مباشرة. فطوالي جاتنا فكرة انه نكون قرى بتاع الطوارئ نجيب في الجانب الانساني في شتى المجالات، من ضمن المجالات الجانب الصحي. كونا غرفة ام درمان القديمة اللي هي الغرفة دي بنسبة 75% تكون لجان مقاومة، إضافة إلى الكوادر الطبية، إضافة إلى عدد من المتطوعين العاملين غير. رحت للحي هذا فوجدت في وسائل التواصل الاجتماعي أنه في علاجات ممكن تقدم للناس حتى بدون رسوم يعني. فمتطوع حاليا في مركز ود نباوي. الظروف بقت صعبة، واول ما بدات ظروف الحرب وكده فطوالي فكرت ان احنا ممكن نحتاج لدعم طبي، ممكن نحتاج لمواد تموينيه لناس الحي وكده. فطوالي تواصلت مع الشباب لقيتهم اوريدي، يعني شباب الحي لقيتهم اوريدي عاملين غرفه بتاع الطوارئ، وبعد ذاك بدينا طوالي عشان نساعد الناس. يعني انا متطوعه كمنسق للمركز، بنسق مع الكوادر الطبيه مع المتطوعين ذات نفسهم، بنحاول يعني من خلال المنشورات في الفيسبوك والاعلان انه احنا نشوف لنا دعم من ناحية الأدوية، الدريبات، العمليات الصغيرة، الحاجات اللي احنا دايرينها. وفي نفس الوقت باعتباري مسجل لأنه الناس بتتصل على رقم تلفوني بتحجز عندي بتستفسر وكده. حاليا في الوقت الحالي ده في ناس كثيرة، كمية كثيرة جدا من الناس ما قادرة تصل للعلاج بطريقة مناسبة وبطريقة سهلة في الوضع الحاصل ده. ومعظم الناس يا ما بيكون ما عندها مقدرة مالية أو بيكون عندها مشاكل تانية فينا توصل للحتات عشان في خطر ومشاكل بالشكل ده. انا ممرض اصلا لسه ما تخرجت، لكن يعني بدرس وشغاله في العمليات الصغيره وفي نظافه الجروح والعيارات. والله يعني الناس محتاجه للمساعده، وانه الزول يكون من الكوادر الطبيه دي ما حاجه هينه. والمرض ده حاجه كبيره، يعني الزول يكون مرضان وقاعد في البيت يعني المرض ده ممكن يقتل. فالزول لما يطلع ويساعد الناس دي حاجه كويسه جدا. في ام درمان القديمه عملنا مركز، عيدنا تشغيل مركز ود نباوي ومركز ابروف اسمه مركز عبد المنعم، وعندنا مركز الجمال، اللي هي ثلاثه مراكز. باعتبارنا شغلنا المراكز الصحيه بتاعت الطب المرجعي او طب الاسره، لانه في خطوره كبيره على المستشفيات الكبيره زي ما الناس كلها عارفه. قابلتنا صعوبات كثيره في تشغيل المراكز. اول حاجه يعني عندنا ضعف كبير في وصول المستلزمات والإمدادات الطبية، عندنا ضعف في الكوادر. فنحن أول حاجة عملناها أنشأنا الغرفة، عبر الأعضاء، عملنا إعلاناتنا في المنطقة إنه محتاجين لكوادر طبية، محتاجين لمستلزمات طبية. حقيقة يعني لقينا قبول كبير من الكوادر المتطوعة، من الدكاترة، مختبرات طبية، ناس الإسعافات الأولية. نحن في الغالب بيمر علينا من 15 ل 20 مريض. في الغالب بنشتغل الحالات الطارئة، في الغالب يعني ما بنضطر نعمل العمليات يعني الحاجات التحفظية زي الحشوات والجذور. في الغالب بنعمل الخلع أو الحالات اللي بتستدعي الخراجات، فتح الخراجات وكده. التحديات بتواجه إنه ما لقينا مستلزمات لخلينا نحن نأدي شغلنا بطريقة بدون مشاكل. نشوف الحالات المزمنة، حالات الضغط السكري كويس، بالإضافة للحالات الطارئة اللي هي ممكن تعالج يعني غير ما تحتاج تتركز في المستشفى. المرحلة الثانية قدرنا إنه نجمع عدد كبير من المستلزمات الطبية، حتى استفدنا من المستلزمات في الأحياء من شاش، كلفزات، الجنرال، المحاليل تحت المعامل، المعدات عموما في المستشفى، ناس الأزمات، ناس. فنحن يعني قلنا نخفف الأعباء على المستشفيات اللي هي في أم درمان شغالة، بعض المستشفيات الكبيرة وبعضها وقفت عن الخدمة تماما. نحن هنا عندنا في مركز النباوي استقبال الحالات حوالي 50 إلى 60 حالة في اليوم. بالنسبة للجهاز الغضروي هو المفروض يمر على الناس، يمر على المستشفيات كمنظمات مجتمع مدني، كمنظمات أخرى، يعني
تجلب للمركز كل المعينات لأنه نحن في ظروف استثنائية. صراحة بشكر جدا الشباب شباب خاصة شباب النواوي على النفرة الكبيرة والخدمات اللي بيقدموها لمعالجة المرضى والناس المترددين للمركز. المسيرات حقت المركز بتتحل بالتبرعات، المتطوعين ذاتهم أنا بقدر أتواصل معاهم بخصوص الزمن بخصوص الحاجات الناقصة، ناس الحي بيغطوا يعني، لكن أكثر شيء الكوادر الطبية دي اللي عندنا فيها إشكالية، إنه الناس يعني بتسافر ما بتقدر طبعا تلوم زول في وضع زي ده إنه هو يقعد معاك. المشكلة بتاعت المواصلات بتواجه الناس، معنا الحياة كويسة إنه ساكن قريب يعني ما في مشكلة، لكن أغلب الناس صاروا بيعانوا المشكلة بتاعت المواصلات والتحرك كويس. بعد ذاك اللي هو النقص بتاع العلاجات اللي بيكون الناس انه في بعض العلاجات ما موجوده، وحتى بتلاقي بالصوره يعني بمبالغ كبيره جدا. يعني احنا عملنا برضو اعلانات اي زول متطوع من المنطقه، احنا دائما بنحبذ انه المتطوع من الكادر يكون في المنطقه، لانه الاوضاع في الحرب بدات شويه الاوضاع مربكه. فحاليا عندنا في خلال اليوم زي 17 كادر من مسعفين لمختبرات لدكاترة لناس متطوعين لعمال، يعني نحن عندنا يعني مستلزمات طبية بتقدر بأنه بتشكل المركز، بتعيد تشغيل المراكز لفترة مؤقتة. عندنا صعوبة في الوصول لمستلزمات طبية حقيقة، عندنا يعني جهات كثيرة متبرعة لكن المخازن الصيدليات غيره في الدائرة تحت الحرب في وسط الخرطوم، عندنا مشكلة كبيرة يعني ضعف في وصول الحاجات دي لنا، عندنا ضعف في الجانب بتاع التسيير اليومي في المراكز يعني من عمال نظافة. فنحن حس حاليا التفاصيل دي كلها متوفرة بالجهد الشعبي حقيقة، يعني في ساعة العسرة وساعة الحروب والساعات المؤلمة دي لابد أنه أي شخص ينظر لأنه هو ممكن يقدم شنو، ممكن يعمل شنو على أساس أنه يخفف من وضع الألم ووضع الظروف الإنسانية الحاصلة. ده واجبنا، وحاجة إحنا مفروض نعملها إنه نحاول نساعد بأقل شيء إحنا بنقدر نعمله. في النهاية الناس، كل الناس اللي هنا شغالة كلها قرب جامعة وكلها عندها خبرة وكلها عندها طريق هنا ممكن تساعد الناس دي إن شاء الله بأبسط حاجة.